نجمة ياسمين عبد العزيز، بس ليه اخترتي ياسمين؟ هي مرحلة الانفصال عن زوجها الممثل أحمد العوضي وبشكل مفاجئ. اف 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 العوضي ما طلعش العوضي يا جماعة، خبر صادم لكل جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. من دقايق صرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز بخبر طلاقها من أحمد العوضي، وقالت: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، وبيننا كل الاحترام والتقدير. من أيام ظهرت العالمة الفلكية ليلى عبد اللطيف في برنامج وقالت إن السنة الجديدة هتبتدي بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. وقتها حصل ضجة كبيرة على ليلى عبد اللطيف، وردت ياسمين عبد العزيز وقالت لها: يا ساتر يا رب، بلاش انت يا ليلى. وخلال الساعات اللي فاتت كانت ياسمين عبد العزيز بتحتفل بعيد ميلادها مع زوجها أحمد العوضي، واللي نزل لها بوست من ساعات قليلة وقال لها فيه: كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح. واحتفلت بعيد ميلادها مع زوجها أحمد العوضي. ونتفاجئ جميعا ببوست من ياسمين عبد العزيز بتصرح فيه إنه تم الطلاق بينها وبين أحمد العوضي. صدمة كبيرة حلت على جمهور ياسمين وأحمد، صدمة لم يتوقعها أحد إطلاقا. ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد خبر طلاقهم اللي أثار غضب الملايين من الناس والمتابعين ومحبين النجمين أحمد وياسمين، بعد معايدة الناس لها بعيد ميلادها لمواساة الناس لها بطلاقها. يوم عيد ميلادها هو يوم طلاقها. صدمة، وما زال جمهورها مصدوم من خبر طلاقها، وانقسم الجمهور لنصين، نصف بيهنئها بعيد ميلادها والنصف الآخر بيواسيها في طلاقها. في ناس كتير قالت إن كل اللي حصل ده من العالمة الفلكية ليلى عبد اللطيف، وإن ليها يد في طلاقهم. يا رب تطلع إشاعة ويطلع خبر طلاقهم هزار، وإن شاء الله يرجعوا لبعض تاني.